إذن غادي نقراو القيامة، خصنا نبدا نحترمو. كيف ما جات الطلب من عند الإخوان السيد، ولا ما كانش فيك أنت والتليفون السيد أوي، غادي نقترح لكم أننا في جميع الدورات اللي غادي نبقاو نجيو يا سيدي يا عادية، غادي نرجو لك واحد النقطة مختلفة باش نكونوا محترمين القانون. ولكن نقول لك واحد الحاجة، واسكت سعيد، دابا باش غنبداو نديرو هاد النقطة. ولكن خصك تعرف واحد الحاجة سعيد، أنه إلا كان كل الوقت بزاف وكنوصلوا تقريبا ديما لا ليميت ديال 6 سوايع، راه ما غاديش يبقى لنا الوقت باش نداولوا في المختلفات. ولكن انا غادي نبدا في كل دوره ندرج في اخر النقاط مختلفات. اذا قراءه بقيه سيدي مقربا أتم المصادقة على مشروع اتفاقية خاصة بتهيئة الطرق داخل المجال الحضري لمدينة المحمدية بإجماع عدد الحاضرين، مع إعطاء الرئيس الصلاحية لإدخال التعديلات المتناقشة حولها. بقية الأولى بإخلاص مرفوع إلى السيد العالي بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، السلام على المقام العالي بالله مولاي صاحب الجلالة والمهابة، بمناسبة اختتام انشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية المنعقدة بتاريخ 19 جانفي 2023، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس جماعة المحمدي بأن يتقدم إلى جلالتكم الصلاة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المجلس وباسم سكان المحمدية خاطبة بأصدق آيات الولاء والإخلاص والتشبث بالأهداف العشر العدوي المجلي، وعلينا جنابكم الشريف عن تجنبنا الدائم والمتواصل وراء جلالتكم مستنيرين بهديكم السديد وتوجهاتكم الحكيمة لتحقيق ما تسعون إليه من تقدم وازدهار ورقي فائدة رعاياكم الأوفياء وتكافؤ التنمية المنشودة لهذا البلد الأمين. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم ووفقكم لما فيه الخير لهذا البلد الأمين، سائلين الله عز وجل أن يقر عين جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو المملوك الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن يبارك في عمر صاحبة السمو الأميرة المحبوبة لالة خديجة، ويشد أزركم بسموكم السعيد صاحب السمو الملك مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب بإجابة جدير، والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته، خديم الأعشاب الشريفة رئيس جماعة المحمدية هشام عثمان. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.